طيب بص بقى كده، عايزين نبدأ النهاردة. احنا عملنا المرة اللي فاتت الايديت بروفايل، عملنا ريكفري باسورد، عايزين ندخل بلوجين كده وندخل بفاطمة، عايزين نزود حاجة جديدة هنا اسمها انسبسكرايب، الغاء الاشتراك. تمام، اللينك دي قبل الدخول ولا بعد الدخول؟ يبقى نحطها في حاجتين، في الديفولت يوزر وفين، او الماستر بيج يوزر. اروح نازل تحت كده لحد ما ادور على المينيوز. فين هنا الاكونت؟ اعمل كنترول اف واكتب اكونت. ادي الرقم وادي الدولار. تشيك اوت اهي، حلو كده. عايزينها هنا بعد الاكونت. اروح اعمل كده كوبي واكتب ان سبسكرايب او ديليت. ايه ديليت اكونت. عملنا ريفريش كده، تمام. طيب بعد ما انا عشان واخدها بنفس النوع، واروح احطها في الماستر بيج يوزر، واروح جاي كده الاكونت والماي بروفايل والحاجة دي تاني. مش هما دول؟ اهي. طيب اعمل صفحة الدخول ويب سايت، اد نيو ايتم، دي صفحة الديليت ويب فور، واروح اعمل كده مين ديليت اكونت. واقوم على ماستر بيج بتاعتي. اوكي. طيب كل اللي هيبقى فيها عبارة عن شكل بالطريقة دي. اول حاجة نخش على جوجل، ديليت اكونت ايكون، نجيب صورة بشكل ديليت اكونت. تمام، ايا كان مثلا. لا ما سيد مواد دي صعبة جدا. أو الأصفر على جنب دي خالص. دي؟ دي مش شكل ديليت يعني. خلاص بقى دي. كليك يمين سيف، قبل ما سيف أروح جايب المسار بتاع الصور أهو. وبين فولدر. وأروح أرميه هنا. كليك يمين سيف. وارزعه بيست وروح ديليت، وروح اعمل تيبل انسرت تيبل، هيبقى فيها عنوان لفوق واسم اليوزر وزرار ديليت والصورة، يعني حوالي 6 رو مع 3 كون، 100% او 75 او 65%. سنتر 5 و5 سبيس. تمام، اروح جاي كده موديفاي ميرج سيلز، واعمل هنا كده منزل ليبل، واروح كاتب عليه ديليت يور اكونت، اروح قايل بولد سايز اكس لارج، واروح جايبها في النص هنا. تمام، وبعد كده هنا ممكن اروح جايب دي كده كليك يمين موديفاي ميرج سيت، وانزل في مين الصورة، بس اعمل ريفرش عشان تنزل، واروح منزلها هنا الصورة نزلت اهي. حلو كده، ماشي.
هنا ننزل ليبل واروح قايل يو يوزر النيم بتاعك اهو، ومنزل ليبل قصاده واخليها في المنتصف واسميه ال بي ال يوزرز، واروح موقف على الاثنين كده ومخلي الفونت تمام. اروح اعمل هنا كليك يمين موديفاي ميرج سيلز، وانزل ايه بطن، واروح قايل ايه تمام كده، اعمل سايز واروح قايل في المنتصف واسيب. حلو، عايز ده نفس شكل الزرار ده، خد السي اس اس بتاعه سورس اهو، اه طبعا اهو، تروح جاي كده تروح اف 4 تحط السي اس اس. عندك في واحدة اسمها دينجر باللون الايه تمام، عايز اول لما يدوس على الديفولت ده اهي الديليت يروح لصفحة اسمها ايه ديليت ايه اكونت، واروح برضو مغيرها في الماستر بيج هيروح لديليت مين اكونت، وسايب وجرب. ديليت اكونت، ممكن نصغر الدنيا شوية، حجمها كبير، تيجي هنا في السورس بدل 65 45 تمام، وتدوس على المفروض هنا يظهر مين اليوزر نيم اللي انا ايه اللي انا داخل بيه، وهنا الباك كولر اللي احنا اتعودنا عليها باين دي غامقة جدا، وسهل تمام. اول حاجة عايز يظهر هنا ال بي ال يوزر، حد فاكر مين ال بي ال يوزر اللي كان شايل ال بي ال يوزر اللي هو اللي داخل في اللوجن؟ حد كان فاكر مين اللي شايل هنا ال بي ال يوزر نيم اللي داخل السيشن؟ مين السيشن اهو، شايف دي اهو، هو ده. اروح واخده كوبي واروح قايل كليك يمين فيو كود، اول لما الصفحه تحمل وتحمل كم مره واحده اهو، حط لي في ال بي ال يوزر دوت تكست ايكوال سيشن دوت ايه تو سترينج. طب افرض السيشن فاضي، اف ال بي ال اف سيشن لا يساوي نل، في الحاله دي يعمل ايه؟ ينفذ الكود ده إلس، يبقى كده نل، يبقى يروح خارج على مين؟ فكده السيشن فاضي، يعني ما دخلش عن طريق اللوجن، اقول له رجعه لمين؟ للوجن. ايه بالظبط زي المره اللي فاتت ما عملناها، زرار ديليت عايزه ايه يبرمجه؟ اول حاجه اعرف مكتبه مين system.data.sql client تمام، بعد كده اروح قايل ايه sql connection اسميه كون يساوي نيو sql connection، وعايزه يجيب المسار بتاع الداتابيز منين؟ من الويب كونفيج، المسار الثابت، يبقى لازم اقول using system.configuration، اكتبها ازاي؟ configuration manager اهو دوت مين اللي اسمه فاطمة، فاكرينه؟ دوت كونكشن سترينج. كده انا بقول له خد المسار من عند مين؟ خلاص بقى ما احنا اتفقنا على كده، اللي هو الاوفلاين، وات ايفر بقى ان كان اوفلاين اونلاين، بس عشان هم تحب تغير كم مره؟ مره واحده بس، خدت بالك؟
هي دي الفكرة، عشان غير مرة واحدة بس. ألو، أخيرا يا محمد، يا عشان يوم ما تحب تغير تغير في لحظة، خدت بالك؟ إيه؟ أوفلاين، مالكش دعوة بقى أوفلاين ولا أونلاين، أنت شغال على المسار ده، يوم ما تحب تحول أونلاين غير المسار ده. أوفلاين، بس يوم ما أحب أحول أونلاين بس بدل ما اقعد كنت اغير فين؟ في الماي بروفايل وفي اللوجن وفي الريجستر وفي الديليت اهي، خدت بالك؟ وفي تاني عملناها والريكفري باسورد والريكفري استخدمناها 5 مرات كمان. انا افتكرت احنا شغالين اوفلاين فقلت الكود ازاي اشتغل. لا مش فاهمه كده كده تمام. اروح قايل كون دوت دوت اوبن وفي الاخر كون دوت كلوز، واخد بالك؟ عايز انفذ امر على الداتابيز يبقى اس كيو ال كوماند سي ام دي يساوي نيو اس كيو ال كوماند. محتاج حاجتين، هينفذ فين وهينفذ ايه؟ دوت كونكشن ايكوال، هينفذ ايه؟ اروح قايل له ايه؟ عند مين؟ ده هينفذ فين؟ هينفذ ايه بقى؟ سي ام دي دوت كوماند تكست. هو هيعمل عمليه ايه دلوقتي؟ حذف، يبقى ديليت فروم من جدول مين؟ اسمه ايه؟ اهو اسمه ايه؟ كاستمرز. يبقى ديليت فروم كاستمر، لو عملت كده هيمسح كل بيانات الجدول. عايز احط شرط؟ لا، شرط في الداتابيز. وير، مين اللي يميز العميل عن التاني؟ يبقى وير يوزر نيم. انهي يوزر نيم؟ اللي موجود في ال بي ال يوزر اللي هو عامل لوجن، صح ولا غلط؟ اهو بعد ما ينفذ اقول له سي ام دي دوت اكزكيوت نان كويري، كده نفذ عمليه الحذف. لما ينفذ وعدلت نفسه من على الموقع يعمل ايه؟ لا ما عملش لوجن، خلاص يرجع الهوم بيج، صح ولا غلط؟ ريسبونس دوت ري دايركت، يرجع على صفحة ايه؟ الديفولت دوت اي اس بي اكس. امال ايه؟ سيف، عودنا منك على التأخير. لا المفروض ما تشرحش كتير كده. تمام، شرحت ايه ده؟ لا مش ده، ده بتاع المحاضرة اللي فاتت، الناس مش لسه ماشية. ده اللي سي بلس بلس. تمام؟ بص بقى كده. هو انا كنت بفكر ما تجيش عشان احنا عشان ما تطبقتش. انتوا بتهرجوا على فكرة والله. انا والله اللاب لحد دلوقتي. يا جدعان حرام عليكم. طب دلوقتي العمل. لا انا ما احنا عملنا ايه؟ ادي الموقع اهو. وعملنا لوجن. زودنا قايمة جديدة اسمها ايه؟ بص لما ندوس عليها يوزر نيم مين؟ لو دوست ديليت راح عمل ايه؟ كده عمل لوك اوت. لو دخلت على الداتا بيس كده ايديت هتلاقيها اتمسحت. هو انت كده عملت بيج جديدة صح؟ اه بيج جديدة وعملت فيها الجدول ده. تيبل تمام وحط فيه صورة؟ ايوه. جبت الصورة من ازاي بقى؟ من على النت عادي. اه عملت دخلت جوه، دخلت ان هو السورس والصورة والكلام ده، حطيتها جوه هنا ورسكوت بتاعها في الايمج اهي، وشدتها وسحبتها بس. حذف الايمج ازاي؟ يا بنت اهي الصورة اهي فين؟ جبت الصورة من على النت ماشي اهو، كتبت ديليت لوجو ايكون، عجبتني الصورة دي مثلا ماشي اهي، كليك يمين سيف وسيفتها هنا باسم ايه؟ ماشي ديليت في المكان بتاع الفولدر بتاع الموقع ماشي، ورحت هنا ورحت عملت كده هي ظهرت لوحدها بس، ورحت مصغر ماشي عادي، والباقي ده عامل جدول عادي وبوتن وكل سهل، والبوتن عملنا كونكشن واوبن ماشي.
ماشي. وعملنا له كوماند هينفذ فين وهينفذ ايه المره دي ايه بقى. هينفذ ايه؟ هيديليت الكاستمر اللي في بس البيزر. بناء على مين؟ وبعد مين؟ بعد ما يدلت ينفذ بعد كده يعمل ايه؟ يرجعني فين؟ يرجعني في الصورة الصفحة اللي هي. بص هنا في الداتابيز اتمسحوا، فهمتوها؟ طيب المرة اللي فاتت حولنا شغلنا اونلاين عشان كان النت زي الزفت، كان فاصل. اوف لاين. تعالى نخش على النت كاستمر لوجن. اليوزر نيم باسم سوبر ماركت باين؟ لا انا صح. 3 4 6 بس السي بتاعت تمام. اخش على الداتا بيز اخد باك اب كده. انا حاجتي اوف لاين وبحولها اون لاين. بس حاجتي اون لاين وبحولها اوف لاين دلوقتي. بص شايفين باك اب دي؟ دوس عليها عشان المره اللي فاتت نسينا ناخد باك اب. واسميها فاينل بي سي سبميت. سميت اسم الملف. بعد كده اخش على فايلز كده انا بعمل باك اب دي بي نسخة احتياطية واخد داونلود كده. يعني فيسبوك بيعمل باك اب؟ اه طبعا زي الفل. بس انا هنا بعمل باك اب للداتا بتاعتي. ليه بقى؟ عشان ارفعها هنا. عملت كريت تيبل بنفسي. دلوقتي انا مش عشان انا عملت كل الجداول قبل كده. خلاص هدلت دي بقى خالص بقى. هدلت اللي انا عملتها بايدي. اللي انا عملتها بايدي اوف لاين. بس هي اترفعت. لا اللي انا عملتها بايدي اوف لاين انا كنت عاملها عشان ما كنتش اعطل محاضره المره اللي فاتت. ايوه عملت جدول اليوز الكاستمر بايديا عشان ما اعطلش المحاضره بتاعت المره اللي فاتت. هنزل بقى شغلنا. ننزل فاينل باك اب. طب لما تنزل شغلك هتعمل ايه؟ هقول لك دلوقتي. هو انت كل ما تحاول جدول جديد تعمل باك اب؟ لا في الاخر خالص المفروض. كل فوق قبل 60 يوم اهم حاجه. لازم احاولش اوف لاين قبل 60 يوم اهم حاجه. انا كده حاجات محاولش اوف لاين. انا كده بعمل باك اب من الحاجه اللي عندي على الاونلاين. انا كده باخد باك اب من الاونلاين اللي عندي دلوقتي احطها اوف لاين بدل ما ابني الجداول من تاني. ماشي ماشي عشان لو عايز اشتغل حاجه. ايوه عشان عندكم في الجامعه بالذات بتمتحني 100 ترم. رسمه ايه للداتابيز؟ احنا اللي نرسم الداتابيز. هو ماله بيها؟ هو ماله بيها اساسا؟ احنا اللي بنشتغل داتابيز. ازاي بيقول الكلام ده؟ هو بيستهبل فاكر نفسه مين بقى ده؟ ان شاء الله احنا اللي هنشتغل عليها واحنا اللي هنعملها. سيبك منه ده خالص اساسا. هو يقول لنا عايز ايه في الداتابيز اللي عندنا واحنا اللي نعملها بالطريقه اللي تناسب الشغل بتاع السيستم عندنا. بص نزل تاني اخدها قط واحطها في فولدركم معايا ويب ديفلوبر. بص بقى اعمل ايه؟ انا كده حذفتها اهو. حذفت السوبر ماركت بتاعتكم. ما كناش حذفناها وسبناها مش فارقه. ها رايت كليك على الداتا بيز واعمل ايه؟ ريستور بقى. انا عايز اعملها باك اب. انا عايز اعملها باك اب واختار ديفايس. اختار هنا قال لي منين؟ قلت له اد. اختار المكان اقول له في الدي. واروح قايل ويب ديفلوبر. شيلي بتاعتي انا لو عايزها. شيلي بتاعت اللابتوب. اه مش عايزها. اه لا. واروح مختار ملف الباك اب معايا فاطمه؟ اهو. واروح دايس اوكي. 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 قال لي ايه؟ سكسيفول اهي. خش على التابل. مش هما دول كده وانا؟ اهو. خدت بالك؟ دي فكرة الايه؟ طيب بعد ما خلصت خلي بالك بقى انت مسحت الداتابيز القديمة.
صح؟ عايز اربطها بالجديده، اخش على قائمه فيو سوليوشن اكسبلورر، اعمل كونكت بالجديده، الكونكت عشان اجيب بس الايه المسار، واختار انهي واحده اهي. اوكي اهي. لا انا نزلتها اوف لاين بقى عشان برضو ما نضمنش الظروف تاني، هنكمل اوف لاين. اخد المسار بتاعها اهو، كوبي اهو كونكشن سترينج، واروح في الويب كونفيج، غير براحتك بس. خدت بالك؟ وادي الكاستمر اهو. ثواني بقى كده، اللي انت رجعته كده اللي هو ده الاي ار دي اللي كنا عاملينه، ده الرسم الجداول اللي احنا كنا عاملينه، مش الاي ار دي، ما اللي هي اللي كانت معتمده عليه. الدايجرام اهي، كان عندنا يوزر نيم اسمه ايه؟ علي. تعالى بقى كده هنا، خش بلوج، اعمل لوج اوت. انا عايز الحته اللي فيها الكاستمر والاوفر ده اللي لازمته ايه؟ فين دول؟ اللي هما لا في الاي ار تي، لا في الداتا بيس دلوقتي. طب استنى بس، علي 1 2 3 اهو، قال لي ده انفاليد. ليه؟ جدول الكاستمر بس. لسه انا لسه هخش. فاطمه دخلت. اشمعنى علي؟ علي 1 2 3 دخل اهو، صح تمام كده؟ ايه؟ اهو متسجل برضه اهو، ونور و... يا ابني ده الجديد بتاع الباك اب، تمام؟ طيب كده عملنا. عايزين نزود حاجه هنا اهو، نظهر كلمه ويلكم اسم اليوزر اللي داخل، نحطها فين؟ فاهمين؟ ايوه فاهمه. تبقى كويس. هو احنا ممكن نظهر حاجه بس حاجه 5 ثواني وتقفل وترجع للصفحه الرئيسيه، بس دي في الموبايل اكتر مش في الويب يعني. ممكن تعملي فلاشة وتحطيها، بس فين؟ بيسموها لودنج، تقصري باللودنج انت عايزاه. يعني بصي اللي انت بتقولي ده، عندك صفحة انا اهو في جوجل اسمها لودنج بيجز اتش تي ام ال، حتى سي اس اس وبوت ستراب. بصي هنا جايب لك توب سيرتيب تيتف بليس هولدر يور ويب سايت. استنى شايفه دي لودينج؟ بص كودها اهو اهو، بتقعد تلف. اسمها ايه اصلا؟ هي لودر، لودر، ودي الالوان بتاعتها هي لودر. استنى هنا، طب انا عايز اشكال غيرها. ايه ده؟ استنى ده يحمل. كمل يا عم، ما اعرفش كده. عملنا الايه؟ الباك اب والديليت. عايز اعمل ايه هنا؟ اول القايمه دي تفتح بمين؟ سوبر ماركت اللي في جدول السوبر ماركت. وقف بقى الفيديو ده كده.